الثورة وعلاقتها بالمجلس العسكري، هذا هو عنوان الندوة التي أقيمت في قصر الأمير طاز بحضور عدد من السياسيين والمثقفين، منهم الروائي يوسف القعيد واللواء أحمد عبد الحليم وأستاذ جمال زهران. موضوع المؤتمر هو الموضوعات الدارجة الآن في الشارع المصري واللي بتدور بين الجهات المتعددة، عملية تسليم السلطة، عملية استكمال الخطوات التي تم الاستفتاء عليها، كيف يمكن أن نستوعب غضب الشارع، وكيف يمكن للمجلس الأعلى القدس لها أن يستمر في إدارته لهذه العملية. فكلها الموضوعات المثارة، ودي كويس أنها تثار كل فترة وأخرى علشان نقدر إذا كان في حاجة حصلت يتم حلها بسرعة قبل أن تستفحل وتصبح عقبة في سبيل أي حاجة قادمة بإذن الله. بسبب الثورة عبد الناصر قال كده، قال إن إحنا متوقع إن أنا مجرد بنعمل إن إحنا هنعمل تغيير وهنعمل مبادئ وهنعمل كذا، إن الشعب كله يندفع لتغييرنا، واكتشف إن الشعب ما كانش معانا، لأن الشعب المصري ده شعب عبقري جدا، متريث بيتريث لغاية ما يشوف الدنيا راح فين ثم يتصرف، عكس ثورة بعد كده أيد عبد الناصر، لأن عبد الناصر كان متاجر لهذا الشعب. في ثورة 25 يناير وجدنا إن الشعب هو الذي يتحرك، وإنه هو اللي بيطلب التغيير، وهو اللي بيطالب القيادة اللي موجودة ده كان صالون ثقافي كان بيتحدث عن الإخواء، عن المجلس العسكري والثورة. تحدثنا فيه عن الثورة وعن نشاتها وعن جذورها وعن تاريخها، وعنها كانت حلم مصر قديم من سنوات طويلة، وقدمت في تحديات ضخمة جدا، وأنها أمانة ومسؤولية فرغبت هذا الجيل الذي تولى الأمر الآن لكي يحقق المصريين أحلامهم في هذا التاريخ كله. وطلبنا من يعني وقدمنا رؤية لكي نتحمل المسؤولية جميعا، وأن نتكاتف في تحقيق أهداف الثورة بأيدينا لا بأيدي غيرنا، وأن ننطلق إلى تأسيس مبدأ سيادة الشعب وأنه مصدر السلطات، وأن يمارس الشعب نفسه وسيادته، لأن الجريمة الكبرى للاستبداد هي اقصاء الشعوب، هي الغاء الشعوب، هي الغاء مبدا سياده الشعب. وبالتالي الشعب اعظم انجازاته على الاطلاق بعد اسقاط مبارك هو بناء الدوله الذي سيبناها بيديه بعدما ان يمارس سيادته، وان هو مصدر السلطه وصاحب السياده، وان يختار من يحكمه سواء كان في التشريع او في التنفيذ او في الرقابه او على راس الدوله او في وضع الدستور. ناقش الحضور احداث ثوره 25 يناير من موقعة الجمل واحداث محمد محمود وغيرها، كما ناقشوا ايضا دور المجلس العسكري الفتره المقبله ودور البرلمان الجديد. انجي خالد، لنهارك سعيد.